أسعد الله صباحكم يا عالم الورود. اليوم هو الأربعاء التاريخ 4/11/2020. اليوم يا تلميذي سنتعرف على درس جديد في مادة التربية الإسلامية وهو الأذان. نتذكر سابقا يا تلميذي أخذنا درس في مادة التربية الإسلامية وهو أركان الإسلام الخمسة. كان في عنا في درس أركان الإسلام الخمسة خمس أركان نتذكرهم مع بعض. يلا، بني الإسلام على خمس: الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعدين إقام الصلاة، تذكروا يا تلميذي إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا عندي كان خمس أركان. الركن الثاني يا تلميذي هو إقام الصلاة. طيب، شو يعني إقام الصلاة يا تلميذي؟ لازم أنا عشان لأني مسلم لازم أقيم الصلاة، بس قبل لا أقيم الصلاة لازم أسمع. شو أسمع؟ أسمع الأذان. أول ما أسمع الأذان أنا ببلش بالصلاة وأقيم الصلاة. إيش هو الأذان يا تلميذي؟ درسنا اليوم هو الأذان. خلينا نتعرف على صيغة الأذان. صيغة الأذان كلياتنا يا تلميذي وإحنا بالبيت بنسمع الأذان. كم مرة نسمع الأذان؟ خمس مرات. ليه خمس مرات؟ لأنه رب العالمين فرض علينا خمس صلوات باليوم. إذا كم مرة بسمعه؟ خمس مرات. طيب، خلينا نتعرف مع بعض على صيغة الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا تلميذي هو الأذان. دائما لما نسمعه بنشوف بابا بيروح يصلي بالمسجد، صح؟ وماما لما تسمع الأذان تصلي بالبيت. إذا هذا هو الأذان. لازم تلميذي لما نسمع الأذان إحنا في عندنا دعاء اسمه دعاء ما بعد الأذان. مطلوب منا يا تلميذي هذا الدعاء ان نحفظه. اول ما تسمع الاذان نخلص الاذان لازم نقرا هذا الدعاء. دعاء ما بعد الاذان: اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا هذا تمهيدي دعاء ما بعد الأذان، مطلوب منك إنك تحفظه، خلي ماما تحفظك إياه. طبعا صيغة الأذان غير مطلوبة حفظها، ويعطيكم ألف عافية.